مساءكم سعيدة أعزائي متابعي أخبار الآن. أنا معكم من مدينة خاركوف 32 كيلومترا تبعد عن الحدود الروسية. من ورائي مركز المدينة، مركز مدينة خاركوف وخيمة المتطوعين من أجل مناطق محاربة الإرهاب. حقيقة الوضع هادئ جدا. التحديثات التي حصلت اليوم هي كانت الاتصال الهاتفي الذي حدث بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن. الرئيس جوزيف بايدن اليوم صرح بتصريحات تعتبر التصريحات الأقصى عمليا التي حصلت منذ بداية الأزمة، حيث أنه أكد أن تبعات الغزو الروسي أو أي عملية روسية في الأراضي الأوكرانية ستكون باهظة وفورية. عمليا على الساحة الأوكرانية الوضع هادئ جدا، كما من الممكن متابعة الوضع أيضا. لا توجد أي مظاهر للتصعيد، الشارع الأوكراني هادئ، هناك قلق اقتصادي بسيط. من ناحية أخرى هناك مجموعة من السفارات ومن ضمنها السفارة المغربية اليوم قررت يعني وحضرت رعاياها، ومن ضمنهم عدد كبير من الطلاب العرب الذين يدرسون في أقسام وجامعات الطب والصيدلة والهندسات في خاركوف، دنيبرو بتروفسك وأوديسا وكييف. من الجدير بالذكر أيضا أن السفارة الروسية نفسها لا تزال تعمل في مدينة كييف، وهي قررت اليوم تخفيض عدد عامليها خوفا من التصعيد الأوكراني. معكم أراد سينو، مدينة خاركوف، من أمام المبنى الاستشاري الإداري. أخبار الأمن.